احد الاخوه بعت اسئله من مصر ولكنها اسئله كثيره عن الحج، ونختار منها احد الاسئله لعلها الاهم كما ذكر ذلك. الناس يفرقون بين ما يحل بعقد الزواج ويسمونه كتب الكتاب وبين ما يحل في ليله البناء، فهل هذا الفرق له اصل في الشرع؟ وهل اذا جامع العاقد زوجته في بيت ابيها يكون آثما؟ وهل يجب استئذان الولي عند البناء بها مع العلم بأن العقد الشرعي قد تم؟ هذه الأسئلة فيها بعض الغموض، والجواب ما دام العقد الشرعي تم، عقد الزواج الشرعي تم بالإيجاب والقبول من الولي الشرعي والقبول من الزوج وحضور الشاهدين العدلين، فإن الزوجة تكون حلا له للاستفاء إذا استوفت الشروط، ولا فرق بين كونه يجامعها في بيت مستقل أو في بيت أهلها إذا جعلوا له محلا في بيتهم هو زوجته، لا حرج عليه أن ينام معها ويجامعها، وكذلك لا حاجة إلى استئذان الزوج إلى استئذان الولي في الدخول بها إذا كان الأمر قد حصل أن يؤوله المكان معها وطابت نفوسهم بذلك. أما ما يقع في ليلة البناء هذا لا نعرف مراده به، إن كان المراد إذا بنى بها يعني دخل عليها كما يسمى في اللغة العربية وفي العهد الأول، وقد بنى بها إذا دخل عليها وعقد عليها إذا أجرى العقد، فإذا العقد يحلها والبناء عليها والدخول بها، وقد يجري العقد ولكن يمنع من الدخول لأسباب. فإذا كان العقد قد تم ولكن أهلها لم يرضوا بالدخول فلا يدخل عليها، بل يصبر حتى يسمحوا له بالدخول عليها، لأنه إذا دخل عليها من دون علمهم أو قهرا عليهم قد يفضي هذا إلى شر عظيم وفتنة، وقد تتهم البنت بأنها اتصل بها غير زوجها، لأن يعني الدخول هو إعلان النكاح، فإذا دخل عليها سرا أو بصفة غير معلومة أو مألوفة قد يقع ضرر بينهم وبين أهلها، وقد تتهم البنت إذا حملت بأن هذا ليس من زوجها لأنهم لم يعلموا دخوله بها. فالذي ينبغي أن الزوج لا يعجل حتى تتم الأمور بالطرق المألوفة المعروفة، وحتى يدخل عليها الدخول المعروف الذي ليس فيه ريبة ولا شبهة. نعم. إذا وقع هذا نعم، ولكن عليه نعم لو جامع بها عليه لو جامعها يعني لو وقع مثل هذا الأمر هل يكون آثما في ذلك؟ إذا كان يترتب عليه شر يأثم، لأن معناها أجاءهم إلى شر أو أجاءها إلى شر، لكن يخشى عليها أن تتهم بالشر ويظن بها أنها زنت، لأنهم لا يعرفون أنه دخل بها ولا يعلمون ذلك. ما جرت المراسيم المعروفة، هذا خطر. أما فيما بينه وبين الله يحل له، لكن ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها ولا تؤتى من غير أبوابها حتى لا يقع بينه وبين أهلها مشاكل. نعم.